ما نقوم به هو انتشال عدد من الشهداء المتحللة، الجثث المتحللة غير معروفة نهائيا، وذلك لوجود جثث ليس لها رؤوس، وجثث معفنة ومتحللة من شدة التعذيب. وهذه المقبرة الثالثة التي يتم انتشال منها الشهداء بعد أن قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجازر عديدة في بحق المدنيين وبحق النساء وبحق الأطفال في داخل مجمع الشفاء. اليوم طبعا تم إخراج عشرات الجثث من هذا المكان، مجمع الشفاء الطبي. الجثث هي عبارة عن جثث لأطفال ونساء ورجال، وأغلبهم مرضى، يعني كانوا يركضوا على سير المرض، وكانوا مرضى في المستشفى، ومنع عنهم العلاج ومنع عنهم العناية الطبية، ومن ثم تم استشهادهم أو تم تصفيتهم وتم دفنهم بشكل جماعي. أعمال البحث متواصلة، ويوميا نفخ الجثث من هذا المكان، وتبين أن هناك عدد غير محدود من المقابر الجماعية. في كل زاوية يوجد مقبرة جماعية في كل مكان. اليوم تم نبش مقبرة جماعية وإخراج 15 جثة، وما زال العمل جاريا لإخراج باقي الجثث.